السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نعملوا مع بعض لامونو، او ما تعرف اسمها الاصلي هي المونو، ونتعرفوا مع بعض على الاصل تاعها وكيف جات وعلاش كانوا يعملوها وفما منطقه ولا ما ولايه. بسم الله نبداو بالمقادير. نحتاج كاس تاع حليب دافي، نحتاج هكذا نص كاس تاع الزيت او معادل 50 مليلتر، 100 غرام تاع السكر ولا كاس هكذا تاع الشاي، معلقه كبيره تاع خماره تاع الخبز، نحتاج معلقه صغيره تاع لافاني، زازت حبه تاع ليمون، معلقه صغيره تاع زبده هكذا طريه، زوج حبات تاع البيض، وعصره تاع الملح، والفرينه على حساب العجين. تقريبا تاخذ لنا نص كيلو 500 غرام. نبدي نخلط كامل المكونات ابار الفرينه والزبده. نحكي لكم على القصه تاع المونه كما هو اسمها الاصلي. كانوا لي جويف اللي كانوا عايشين بكري في وهران، كانوا كيجيو الاعياد الدينيه تاعهم لي فات دو باك تاعهم، يشريو على لي جويف اسبانيول هاد لابريوش اللي هي لامونا، هي شويه ديفيرون، تجي شويه كشغل بلا، يشريوها في هذاك الاحتفال تاعهم. وكانوا يعملوا للدراري الصغار، يعملوا لهم هيدا خبيزات صغار، ويعملوا لهم الحبات على البيض الملونه اللي حنا نعملوها توجور في الناير، نعملو هذيك الأمونة ونعملو فيها الحبة تاع البيض، حنا بون ما نعملوهاش ملونة. المهم هذه هي القصة تاعها وكيفاش كانت. نبدي نخلط هيدا بالباتور حتى يولي لنا هكذا رغوي، عملنا هذوك لي بول، ولا ما حبيتوش تعملو الباتور غير بالفوي، بصح خلطو مليح باش يدوب لنا غاية السكر، وهكذا هكذا ندخلو لها بزاف الهواء. هذه نخليوها تروق تريح حوالي ساعة، نغطيها ونخليها تريح مكان دافي حتى كيش تخمر. من بعد نكملوا المراحل. وهكذا بعد ما المزيج تاعنا هكذا خمر، بدي نزيدوا عليها الفرينه بسياس بسياس، مهم دوك عرفنا بلي لامونا بدات من وهران. تحية كبيرة لكامل الناس وهران، كامل الناس الغرب والناس الشرق والجزائر عام كامل والبلدان العربية كامل، وكامل متتبعاتي واللي راهم يشاهدوا فيا تحية كبيرة ليكم. راني نحسكم صراحة خواتاتي، انا ما عنديش اختي، راني نحسكم خواتاتي، ما كراني عادة بدي وراه ما عنديش متتبعات بزاف، بصح سبحان الله نحس بلي راه عندي معايا ناس يتبعوني. وكي نغيب عليكم نتوحشكم، ما غير مانيش نسمعكم، فخذ لي كومونتير تاعكم يفرحوني بزاف. ان شاء الله يدوم تواصل بيناتنا. ونقعد هكذا نزيد في الفرينة. مهم نحتاج العجين يكون يتلاصق نوعا ما، ما تكونش عجينه يابسه باش تجينا لامونه تاعنا خفيفه. هكذا طميتها شويه، نحطها فوق سطح العمل باش تساعدني الخدمة وتسهل عليا. ولكن عندكم البيتران تنجمو تعجنوها بالبيتران. العجين هذا مهم، انا عاود نهبطها سطح العمل ونزيد لها شوية فرينة، بس حسيت العجين تاعي تلاصق بزاف، زدت لها هكذا مور اللي هبطها حوالي زوج ملاعق كبار تاع الفرينة. بعد ما عجنتها مليح ولا القوام تاعها هكذا كشغل متجانس، نزيد هذيك المعلقه صغيره تاع الزبده، تعاوني بزاف العجينه تاعي وتردها خفيفه بالبزاف. المهم تقعدوا هيدا تدخلوا لهذيك الزبده مليح وتولي لكم متجانسه. وباش تحسوا ثانك بالعجين مليح كشغل مور تكون تعجنوا يديكم، غسلوا يديكم هذيك تحسوا بالعجين تاعكم لا صايم، ما يكونش العجين يطلع لكم في يديكم. شوف كيش تكون العجينه تاعنا تكون كشغل مطاطيه. ندهن البول تاعي بشويه تاع الزيت، وندهن تاني الوش تاعها بالزيت باش ما يعمليش العشره، ونغطيها نخليها تخمر على اكثر من ساعه، ماشي غير دوبلي الفوليوم، تقريبا تولي فوا 3 على درب 3، يعني تولي قريب 3 مرات الحجم تاعها الاول. هادو لي زيتاب ما نخش تخليوهم باش ينجح لكم لامونا تاعكم وتجي خفيفه. ها هو هذا كما راكم تشوفوا الحجم تاعها تقريبا ولا على 3، ماشي غير ضعف. نهبطها هكذا ونعصمها على 6 تاع الكرات.
نسي هكذا بعيني ميزاني نعملهم تقريبا كيف كيف. أيضا بدي نشكلهم شوية بوم، ماشي بالسيف تشكلهم على نجم تخدمهم ديريكت، انا غير باش نعبط باركس ابري الحجم تاعهم يكونوا لي شوية متساويين، ونحي من وحدة ونزيد في وحدة حتى يجيوني تقريبا كيف كيف. ولا حبيتو تعملوهم بالميزان عملوهم بالميزان. انا من الناس اللي نموت على هاد لي بريوش ولا مونا وهاد الصوالح، كل كره نعصمها هكذا على ثلاثه ونبدي هكذا نحربل فيها نشكلها هكذا. على شكل حربوش، وهذه جاتني شويه صغيره نحيت من هادو زوج باش نردهم تقريبا متساويين. ونشركهم هكذا من الفوق ونبدي نتفر فيها هاي تطفي راسها ثلاثة. كيما كنتو تشوفو العجينة شابة، كتشوفهم كتعجنوها مليح في الأول، من بعد ما تحتاجوش تبداو تزيدولها الفرينة ولا ماكرة، عجينة خفيفة ما تجي سهلة. هكذا ندور شوية من القدام ومن بعد نجيب هذيك الجهة التالية ونخلي وهذاك اللي بغالي مع التالي نتحي شويه من تحت، ونبدي نحطهم في الصينيه هكذا، نبدي من الوسط ونبدي ندور عليهم، نزيد هكذا نكمل هادو كامل ونسدفهم في الصينيه، نخلي شويه بيناتهم هكذا لا سباس بس كدوك يزيدوا يخمروا كما راكم تشوفوا هكذا، ونهبط نتحي هذاك من تحت كما راكم تشوفوا ونبل عليها، ونبدي نشكل في الحباس تاعي. هذه الحبة الثالثة الرابعة والخامسة حتى نجي للحبة السادسة. هنا نغطيهم ونخليهم يخمروا حوالي نص ساعة حتى 45 دقيقة. تشوفوا الشكل تاعهم شحال جا شباب، تنجمو تعملوهم هيدا هاد الكرات كل وحدة بوحدها رامونات صغار. هنا جبت حبة تاع البيض زدت عليها معلقة تاع السكر وزدت عليها معلقة تاع حليب كبيرة وشوية تاع خل ولافاني. الخل باش ينحي لنا هذيك الريحه تاع البيض وما يعطينا لون شباب، وندهن بها لامونا تاعي هذه بعد ما خمرت. ندخلهم يطيبوا على فرن مسخن مسبقا على 180 درجه يتحمروا لي من الفوق ومن تحت ياخذوا لي لون ذهبي شباب. لكن الفرن تاعكم يقضي غير من تحت قضيو عليهم من تحت، كي يتحمروا لكم غايه ويطيبوا لكم من تحت بالجوانب عاود قضيو عليهم الفوق يتحمروا مليح وخليوها تبرد وبالصحه وراحه. وهنا بيان سور مورلي ندهنها بالبيض نرش عليها السكر. هذيك الكوشه الفوقانيه بالنسبه لي العشق هكذا بالسكر. تنجمو تعملوها خبيزات نورمال ماشي هكذا بالطفيله، بس هذا الشكل تاعها يجي فريمون شباب. ندخلهم للفرن يطيبوا ونشوفوها مع بعض. وهاو هادي رامونا تاعي بعد ما جبتها من الفرن، راها هذا شويه سخونه ماشي مازال ما بردتش مليح، استناوها حتى تبرد مليح وتذوقوها. شوفوها كيفاش تجي من الداخل، تجي خاوية وتجي خفيفة بزاف. أنا هادو لي بغيوش اون فوا نعصصهم يخرجو خصني ناكل منهم. أنا عملت لهم من تحت بالفوا عفوا بالبانسو شوية تاع معجون الفراولة، تنجمو تخليوها كما راكم كما راها، ولا حبيتوها لا بريانس زيدولها هكداك، تنجمو تزيدولها لوز إيفيلي ولا ما تعملهاش سكر هكداك حبيبات وتبورديرو عليها سكرو كلاص كما تحبو. ولا تنجمو تحشيوهم من الداخل بكريم باتيسيار ولا كريمة ليمون ولا اي كريمة تعجبكم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، كانت خفيفة ظريفة، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخرى. وما تنساوش لك تشوفوني اول مرة ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ولا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش اللايكات، ويلا سلام تهلاو فرسانكم حبيباتي، ونتلاقاو فيديو جديدة ان شاء الله.